ترحب بكم، ترحب بالضيوف الكرام، الإخوة والأخوات، فألف مرحبا ومرحبا بكم في مدينة جورفنال. كما تعلمون جميعا اليوم نحن هنا في محطة وفي ملحمة نضالية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة جورفنال. 100 يوم 100 مدينة هو برنامج رائد لحزب التجمع الوطني للأحرار، برنامج أخذ على عاتقه الاستماع إلى هموم المواطنين والمواطنات والاستماع إلى مقترحاتهم الفعلية والعملية. فنحن اليوم هنا بمدينة جورفنال نستمع إلى المواطنين والمواطنات من ساكنة مدينة جورفنال، هذه الساكنة المتعطشة كما ترون، هذه الأجواء الحماسية النضالية، هذا الكم الغفير الذي تجاوز كل التوقعات، قاعة مملوءة والكثير الكثير الكثير خارج القاعة ينتظر ويستمع وينصت. فتحية الصمود والإجلال والشكر 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 لكل من ساندنا في هذه المحطة النضالية وفي هذه الملحمة التي رسمت معالم نضالية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة جورفنال.